السلام عليكم. سالمي احمد، نائب رئيس مقاطعه بالطانا، رئيس مجلس مقاطعه بالطانا ورئيس اللجنه الثقافيه والرياضيه بالمقاطعه. قامت مقاطعه بالطانا باعلان ديال هذه الحفله ديال العرس اللي عرفتوه اليوم ديال الختان على صعيد مقاطعه بالطانا اللي قام عليه وسهر عليه السيد رئيس المقاطعه عماد الريفي والاخوان المشكورين اللي في المصلحه اللي قاموا بهذه العمليه هذه. المقاطعه بالطانا قامت بالاعلان ديال الختان اللي كان اليوم كما شفتوا كان توزيع الملابس، كان العدد كثير عندنا كان الاعلان، كان العدد كثير، كان فايت العدد اللي كنا متوقعين، وحنا كنا باغيين نختنوا حوالي 80 حتى 100، ساعات عدينا العدد وصلنا ل 140. مشكورين الاخوان اللي ساهموا حتى هما باش نجحت هذه العمليه هذه. كما شفتوا اليوم قمنا بالتوزيع ديال الملابس، وغدا ان شاء الله غادي يكون عمليه الختان اللي غادي تكون في سبيطار مولاي عبد الله. نشكر الدكتور بن عمي اللي غادي يقوم يسهر على انجاح هذه العمليه ديال الختان ان شاء الله، اللي غادي تختم فيها 140 طفل اللي غدوز ان شاء الله نتمنوا تكون على خير وعلى خير. كما داز اليوم التوزيع ديال الملابس وهذا الحفل اللي داز اليوم، الحمد لله كلشي فرحان، كلشي مشى نشاط، حتى غدا ان شاء الله غنكملوها ان شاء الله بنشاط، ونتمنوا من الله العام الجاي نكون العدد كثير، حيت كان عندنا الطلب كثير، ما كناش متوقعين غادي تجينا. حنا كنا بغينا كما قلت لك، حنا كنا حديناها في 80 حتى 100، حنا فتنا العدد 140، ومازال اليوم تنتفاجئوا بالطلبات بزاف. غير المشكل ديال عندنا التوقيت غدا ديال الختان مع 11، وخاص كما تعرفوا الختان خصو تحليله وخصو بعض الاجراءات الطبيه اللي يكونوا قبل الختان، يعني ما يمكن ليناش ناخذوا العدد اكثر، ولكن ان شاء الله العام الجاي تنوعدوا الساكنه ديال بطانه بانه غادي ناخذوا العدد اكثر من اللي كانت السنه هذه. وتنشكر الصحافه اللي حضرت اليوم بكثافه اللي غطت هذا الحدث هذا اللي هو بالنسبه لينا حنا حفل كمنتخبين على صعيد المقاطعه بالطانا اللي اول مره تنوقفوا عليه، عاد عرفنا بقيمه هذا الحدث هذا اللي داز اليوم في جو اخوي وجو عائلي. ونتمنوا منه ان شاء الله كما تنقول غدا ان شاء الله تا هو نساليه ونسالي ان شاء الله كل شيء على خير وبخير، والعام الجاي تنوعدوا الساكنه بانه غيكون العدد ان شاء الله اكثر. شكرا. السلام عليكم، انا حياه، انا مستفيده من هذا الحفل الختان اللي دايره المقاطعه ديال بطانه، وكنشكرهم بزاف على هذه المبادره الطيبه اللي دايرين لنا، واجرهم عند الله كبير وشكرا. السلام عليكم، معكم مصطفى السلمي رئيس مقاطعه تابريكس. بعد الدعوه اللي تلقيتها من عند السيد رئيس مقاطعه ديال بطانه السي عماد الريفي، انا متواجد اليوم معهم في هذا المركز سوسيو تربوي، وسعيد كذلك بتواجدي بهذا الانطلاق حمله الاعذار الجماعي وبهذا التوزيع ديال الالبسه التقليديه للمستفيدين كذلك. وكنغتنم الفرصه تنشكر الاطر واللي سهروا واللجنه برئاسه السي احمد السالمي كذلك على هذا المجهود وعلى هذا التاطير ديال هذه العمليه هذه. ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، وغدا ان شاء الله حتى في المستشفى ديال مولاي عبد الله ان شاء الله تدوز الامور بخير وعلى خير ان شاء الله. وبالمناسبه اغتنم هذه الفرصه كذلك، غادي ندوز واحد الرساله لساكنه مقاطعه تابريكس بانه غادي نعملوا حنا واحد العمليه ديال الاعذار الجماعي ان شاء الله في مارس ديال السنه المقبله ان شاء الله 2023. دونك اللقاء ان شاء الله مع الساكنه ديال مقاطعه تابريكس في هذا التاريخ اللي قلت لكم، وشكرا. السلام عليكم، اليوم كنحضروا الحفل اللي دايره مقاطعه بطانه بمناسبه اعذار الاطفال اللي غيكون غدا ان شاء الله يوم 22 اكتوبر 2022.
هذه المبادرة جميلة من مجلس مقاطعات بطانة، وكنتمناوها تعمم على كافة المقاطعات الخمس مدينات سالة، وكنشكرهم على هذه المبادرة الجميلة. وغادي نختنوا ولد اختي عنده 8 شهور. هذه الفرحة في حقيقة هي فرحة زوينة كتكون لكاع الوليدات اللي كنختنوهم وهذا، فشكرا لهم على هذه المبادرة الطيبة. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.